بمواد طبيعية خام مشكلة من فرينة القمح، سكر التمر وعسل طبيعي. تتفنن السيدة نعناعة في صنع مختلف الحلويات والكعك الصحي الطبيعي بمنزلها العائلي بولاية بوجباريريج. نحب الطبخ، نحب الحلويات، نحب الباتيسري خاصة. كنت حابة ننطلق في مشروع في الحلويات الصحية وفي الحلويات العادية. بعد ما قريت ولقيت كمية الأضرار اللي في الحلويات العادية باتيسري وحلويات عادي، قررت باش نغير ونخرج دروسات خاصين بيا أنا، هما صحيين طبيعيين، خاصة بكل مرضى سرطان، مرضى السكري، وكل الناس الرياضيين اللي تبع نظام أكل صحي طبيعي. درت لي روسيت الخاصين تاوعي باش بديت نخدم، وبديت استعنت بناس مختصين في التغذية، استعنت بناس مختصين في صناعة الحلويات الصحية التقليدية، سألتهم على المواد الأولية، وفروا لي شوية مواد، عاونوني شوية في لي روسيت، والباقي وليت وحدي أنا ننتج دروسات ونجرب كل خطرة، نقص نزيد حتى خرجت دروسات الخاصين تاوعي. بوصفاتها الخاصة التي تتناسب مع كل من يتبع نظاما غذائي صحي وكذا مرضى السكري والسرطان، تحضر نعناع طلبيات زبائنها الذين استحسنوا الأمر بعد أن حرموا من تناول الحلويات. يتوحى هما طبيعية 100% بمكونات ثاني طبيعية 100%، ما تضر حتى إنسان، ما ليش يكون مريض عنده سكر، عنده عفان الله الكونسير، عنده بزاف الأمراض ما تضروش. سما كاين إنسان، كاين ناس محرومة من هذا الحلويات، سما تبقى تشوف برا وما تقدرش تاكل بسبب المرضى تاعها وبسبب الحلويات اللي بعمرها سكر. سما الاخت نعناع خرجت لهم بوصفات تكون طبيعيه ويقدروا ياكلوها، معليش الناس المرضى. وعبر صفحتها على الفيسبوك تعرض نعناع مختلف انواع وتشكيلات حلوياتها الصحيه، فهي تجربه جديده تسعى من خلالها الى المساهمه في نشر ثقافه تناول غذاء صحي بمواد طبيعيه بعيدا عن اضرار المواد الحافظه والاضافات الغذائيه الضاره.